إذا كنت مشترك في قناتي ومفعل جرس التنبيهات فعلى الأكثر وصلك إشعار أو طلع لك على صفحة اليوتيوب هذا البث المباشر. وأظن أن معظمكم كان مستغرب أنه إيش هذا البث المباشر اللي يتكلم عن البيتكوين والعملات الرقمية وليش قاعد يطلع لك، وإيش هذه القناة، قناة اسمها مايكرو استراتيجي عليها 1,800,000 مشترك وإنت مشترك فيها عامل سبسكرايب. هذه القناة قناتي، تهكرت واحد هكر القناة وفتح بث مباشر عشان يسرق الناس، يسرقكم. يوم الأربعاء تاريخ 6/3/2024 تهكرت قناتي على اليوتيوب، وأنا كنت مفكر إنه مستحيل هذا الشيء يصير لأني متخذ جميع طرق الحماية والأمان لحسابي، مو مخلي ولا ثغرة بسيطة حد يسرقني أو يهكر قناتي فيها. أولاً رابط قناتي على اليوتيوب على موبايلي، فكل ما أدخل لازم يوصلني كود، ومو على تلفوني الأساسي اللي أشاركه مع أصدقائي والمعلنين، لا تلفون سري ما حد يعرفه عشان لو تلفوني سرق أو شيء لا سمح الله. ثانيا حتى لو عندك تلفوني وسرقته وعندك الكود فرح يطلع إشعار على موبايلي الأساسي، الموبايل اللي استعمله في موافقة على تسجيل الدخول، فحتى لو سرقت موبايلي وعندك الباسورد لازم تسرق تلفوني الثاني مو الأساسي اللي استعمله وتحط موافقة عشان يدخلك، فهذه شرطين. والشيء الثالث داخل مع شركة بارتنر على اليوتيوب وفي مانجر من عندهم ماسك حسابي عشان لو حدا هكرني أو في أي شيء مثير للشبهة هو يعرف ويحذرني على طول. ورابعا أنا من النوع اللي حذر جدا، كيوتيوبر توصلني يوميا 3-5 إيميلات هكر، ناس بيسووا نفسهم شركات معلنة وبيقولوا لي دي بنسوي إعلان عندك، حمل هذا الملف في تفاصيل الإعلان ولو حملت الملف تهكر كمبيوترك. فأنا خبرة بهذا الشيء وأعرف الإيميل من أول ما أشوفها أعرف أنه هذا هكر، فأعتبر نفسي جدا حذر لأني مسوي عدة فيديوهات بالقناة عن مجموعة الأنونيمس تبع الهكر وعن ناس تهكروا، مسوي كثير فيديوهات عن الهكر. يعني كان بالنسبة إلي فضيحة لو أنا تهكر، أنا اللي أتكلم عن الهكر والحماية وبالأخير أنا اللي أتهكر، بس للأسف هذا الشيء صار. فخلني أحكي لكم كيف تهكرت، كيف انسرقت قناتي على اليوتيوب وكيف قدرت أرجعها بسرعة. وصدقوني الطريقة اللي تهكرت فيها ما أظن في أي يوتيوبر تهكر منها، طريقة جدا غريبة. ففي معلومات جدا مهمة راح تفيدكم بهالفيديو سواء كنت يوتيوبر أو لا عشان تحمي حساباتك. طيب تهكرت قناتي يوم الأربعاء تاريخ 6/3/2024 بحدود الساعة 5-6 المغرب، كنت جالس في المطبخ قاعد أطبخ وأسوي لي برجر. اللي ما يدري أنا مسوي رجيم نوعا ما قاسي وأظن واضح، نحفان فوق 60 كيلو الحمد لله. الرجيم تبعي أو الدايت يوم ما أكل فيه أبدا، أكل أشياء بسيطة بس، ويوم الثاني أكل فيه وجبة كويسة. فأمس كان اليوم اللي المفروض أني أكل فيه، يعني كان لي يوم كامل أمس اللي هو الثلاثاء ماني ماكل شيء، ونصف الأربعاء ماني ماكل إلا أشياء خفيفة، فكنت خلاص ميت جوع قاعد أطبخ وأسوي لي أكلة وأبي يعني أبي أكل. فخلصت البرجر وكنت على وشك أني أكلها وإلا بيرن موبايلي رسائل على الواتساب من عمر هو أحد المنتجين اللي عندي في القناة، وبعت لي بشار قناتك تهكرت، بشار كي 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 ألو روح بسرعة رجعها. فأول ما شفت الرسائل فكرتها مقلب، أنا عادة أصدقائي لو بدهم ياني بشيء ضروري وما قاعد أرد بكتبوا لي الحق قناتك تهكرت، فأدخل وألاقيهم مقلب آخر شيء، حتى أنتوا تمقلبوني. عادة أفتح بثوث مباشرة على قناة التانية الخاصة للبثوث، إذا مو مشترك فيها اشترك فوق أو تحت موجود الرابط. فلما أفتح بث هناك عدد منكم يمقلبني عادة بالتعليقات بشار الحق قناتك الأساسية تهكرت، وأنا مثل الغبي أوقف اللعب أروح أشيك قناتي وألاقيها ما فيها شيء. فبالبداية فكرت مقلب وسحبت على السالفة. بعدين عمر بعت لي صورة، وصورة داخل على المنتدى تبع قناتي، فواضح انه هي قناتي والصورة والاسم اللي فوق متغير. قلت ايوة يا اما هذا مقلب جدا يعني مدروس وراح على الفوتوشوب وصمم صورة عشان مقلب، او من جد قناتي تهكرت. فعلى طول فتحت الموبايل رحت على اليوتيوب شيكت لقيت ايه فعلا قناتي مودعة مع السلامة. فايش اللي سويته وقتها؟ سكرت الموبايل حطيته على جنب وأكلت الهمبرجر، لأن حرفياً كنت ميت من الجوع وأدري أنه لازم أقعد وأرجع القناة وأرسل إيميلات وأشوف شو الوضع، بس ما أقدر أسوي هالشي وأنا ميت جوع. فحرفياً أكلت البرجر استمتعت فيها خلصت وقلت أوكي خلنا نشوف إيش القصة. فتحت البي سي دخلت على اليوتيوب ولقيت أن الهكر بدأ بث مباشر، وتقريباً أي واحد تتهكر قناته يكون سبب الهكر أنهم يفتحوا بث مباشر، بث يكونوا سارقينه من ناس حقيقيين، وواحد قاعد يتكلم أنه كيف حقق فلوس وأموال
أموال كثيرة من وراء التعامل بالعملات الرقمية والبيتكوين، ويقولكم روحوا على الرابط بالأسفل وسجلوا عشان تحققوا فلوس مثلي، ومجرد ما أي واحد يضغط على الرابط رح يتهكر وينسرق كل معلوماته. فأتمنى أتمنى ما حد منكم دخل على الرابط اللي كان في البث أمس. فالمهم كان البث شغال، كان له تقريبا 10 دقائق، ولما فتحت الكمبيوتر لقيت أنه أنا لسه داخل على قناتي على اليوتيوب، يعني تغير الاسم وتغير كل شيء بس أنا لسه أقدر أدخل على القناة وأدخل على الحساب وكل شيء. فعلى طول دخلت، رحت ووقفت البث المباشر تبعه، رحت على البث وحطيت أنه وقف البث ومسحت البث على طول، أو حطيته خاص. ووقتها كنت جدا مستغرب أنه ايش اللي صاير، كيف هكرني وانا لسه داخل بقناتي على اليوتيوب. قلت ممكن ان غير الباسورد بس ما سوى حركة تسجيل خروج من الاجهزة الداخلة، فقلت بسرعة خلني اروح اغير الباسورد. رحت اغير الباسورد، ولما تغير الباسورد بيطلب منك تحط باسوردك القديم، فحطيت باسورد القديم مع اني كنت مفكر هيطلع ايرور لانه هو غير الباسورد، بس لا اشتغل، ما غير باسوردي، باسوردي لسه موجود مثل ما هو. فوقتها الموضوع زاد غرابة أكثر، فقلت خلني أروح أشوف الأجهزة المقترنة بقناتي على اليوتيوب. تقدر تروح على صفحة يطلع لك كل الأجهزة اللي داخلة على قناتك. رحت وشفت كل الأجهزة تبعي، أجهزتي ما في ولا جهاز غريب أو من دولة ثانية داخل على قناتي على اليوتيوب. فالوضع صار جدا غريب، إيش اللي صاير، كيف هكرني، ما غير الباسورد، ما سوالي تسجيل خروج، وما في ولا جهاز غير أجهزتي داخل على القناة. فوقتها ما عرفت إيش أسوي، رحت على تويتر وحطيت تغريدة لتيم يوتيوب اللي هي صفحة خاصة لليوتيوب على تويتر يساعدوك بأي مشكلة عليك في القناة، وطلبت منكم تعملوا ريتويت، وشكرا لكم اللي متابعين على تويتر، ساعدتوني بشكل جدا كبير. ورحت حطيت ستوري على الإنستغرام إن قناتي تهكرت. ووقتها بتجيني رسالة من المانجر أو أحد المانجر اللي ماسك قناتي على اليوتيوب. اللي ما يدري كل قناة على اليوتيوب تقدر تحط فيها ناس فينهم يسووا تقريبا كل شيء انت تسويه، فينهم يمسحوا فيديوهات، يغيروا اسم القناة، يردوا على التعليقات، وهدول بيكون اسمهم مانجر او مدراء، وانا عندي 3 أو 2 مديرين على القناة بيساعدوني فيها بشوية اشياء. فوصلني رسالة من واحد منهم يقول لي غريبة يا اخي، انا امس ايميلي وقناتي تهكرت ايضا. قلت له ايوه الحين جاي تقول لي؟ قال لي ليش ايش فيه؟ قلت له انت اللي مهكرني، الهكر هكر حساب المدير اللي ماسك قناتي وقدر يسرق ايميله وغير الباسورد وطلع منه، وعن طريقة غير الاسم والصورة وشال حذف كل الفيديوهات وبدأ بث مباشر عشان يسرق الناس. بس مدير القناة أو المانجر ما عنده الصلاحية إنه يغير الباسورد، فعشان كذا ما قدر يغير الباسورد، وعشان كذا أنا كان لسه عندي صلاحية في القناة وقدرت إني أوقف البث. فعلى طول رحت على صفحة المانجر أو مدراء القناة وشلت أي حد عنده أكسس على قناتي على اليوتيوب على طول، والحمد لله طلعت الهكر من قناتي. بس الآن عندي مشكلة ثانية، قناتي اسمها متغير والصورة والفيديوهات كلها محذوفة. فدخلت على صفحة الفيديوهات عشان أشوف إيش الوضع، والحمد لله الهكر ما حذف الفيديوهات، لا حط الفيديوهات كلها خاصة. فالهكر سيء ابن 60 كلمة، بس ما كان هدفه إنه يضرني، لو كان هدفه إنه يضرني، لو يكرهني وعنده شيء شخصي معي كان حذف الفيديوهات، بس هو خلى الفيديوهات كلها خاصة، هدفه المسكين إنه يطلع بث مباشر ويسرق الناس بس. فالمهم دخلت على الفيديوهات ورجعت الفيديوهات واحد واحد، عندي فوق 1000 فيديو وبث، قعدت قريب 3 ساعات تقريبا، وبالغلط رجعت فيديوهات محملها من 2018 و2017 من 5-6 سنوات، كانت فيديوهات خاصة ما نشرتها ونشرتها بالغلط. عشان كذا عدد كبير منكم أمس طلع لفيديوهات شرح الزومبي بلاك أوبس، فيديوهات من 6 و7 سنين، وأزعجكم بالإشعارات أمس، والحمد لله دخلت وشلتها كلها. وبعدها رجعت صورة قناتي والبانر، ورحت أبي أرجع الاسم بس ما كان قاعد يسمح لي أغير الاسم، اسمي الأساسي بشار كيكي ما لي قادر أحطه. المهم أنا الآن قاعد أتكلم مع دعم اليوتيوب وقاعدين يساعدوني أرجع اسم القناة وأضبط باقي المشاكل اللي صايرة. فإيه أنا تهكرت، أنا اللي ما أخذ كل الاحتياطات واللي مسوي لكم عدة فيديوهات عن الهاكرز والكلام هذا كله، بالأخير أنا أتهكر. فأي يوتيوبر قاعد يتابع الفيديو نصيحة، أي حد حاطه مدير القناة اتأكد إنه يحمي كمبيوتره، اتأكد إنه شخص مستحيل يتهكر، شخص متخذ جميع إجراءات الأمان، عشان لو هو تهكر فأنت راح تتهكر، وهذا اللي صار معي. فيا شباب كذا بكون وصلنا لنهاية الفيديو، إذا استفدتوا ولو بشيء بسيط أتمنى تدعم الفيديو زر اللايك، لأن لما الهاكر شال كل فيديوهاتي والآن رجعتهم هذا الشيء ضرب خوارزمية الفيديوهات عندي في القناة، فالحين الدعم في القناة عندي راح يكون جدا تعبان. فزر اللايك والتعليق راح يساعد بشكل جدا كبير إنه يرجع القناة لنشاطها على رمضان، يعني أنا مجهز فيديوهات جدا رهيبة على رمضان وتهكرت قبل رمضان بيومين، بس
لعلها خير إن شاء الله. وبس كان معكم بشركي يالا وبشركي كي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.